هذه مهمة جدا، خلي ينتبه لها الشعب العراقي. كيف تقرؤون جدية الحكومة في تنفيذ هذا المشروع، خاصة بعد متابعة رئيس الوزراء سير العمل ومطالبته بإنجازه خلال عام 2025؟ واقع أن موضوع ميناء الفا وطريق التنمية هو أصبح موضوع واقعي، وهو موضوع الآن لا يمكن أن نتراجع عنه، أو حتى يعني عملية تخطيط أو شيء، لا، أنه موضوع أصبح على أرض الواقع. إحنا ميناء الفاو الكاسر زائد 5 أرصفة يفترض أن تبدأ العمل في يعني في نهاية سنة 2023. هذا المشروع ومن معلومات يعني من نفس المصمم الإيطالي، قبل فترة كان اجتماع وحضرناه، أن هذا المشروع بالحسابات الدقيقة اللي تم حسابها يختصر الطريق. الآن الطريق من تجي من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر يعني لأوروبا 30 يوم، هذا الطريق بالضبط يصير المسافة 15 يوم، الوقت إلى النصف، التكلفة إلى النصف، وكذلك المخاطرة إلى النصف. فبالتالي هو مو موضوع عراقي اختاره ما اختاره، موضوع دولي، يعني المجتمع الدولي يقول لك هذا الطريق يقلل التكاليف، بالتالي التجارة تصير مربحة أكثر. فهذا اللي تشوف الدول يوم تأتي إلى العراق وتحاول تقدم استثماراتها. احنا عندنا خطأ صار بالتخطيط، وهذا بسبب انه ما يسمعون الاقتصاديين خلال السنوات اللي مضت. احنا ميناء الفاو سنة 2000 وهاي السنة حيكتمل، زين، ما عندنا لا طريق تنمية، يعني السكك والطريق البري الناقل ما حيكتمل. اذا بدت استثماراته انطلقت في هاي السنة، سنة 2028 يكتمل المرحلة الاولى من عنده. فبالنتيجة حصل عندنا فجوة 4 سنوات إلى 5 سنوات حقيقة، عندنا ميناء وما عندنا طريق. هذا بسبب سوء التخطيط وبسبب التآمر على هذا المشروع السابق. الآن الموضوع أنا أصبح واقعا، الدولة العراقية قررت التصميمات، المحافظات تقريبا من 12 محافظة ويمر تقريبا 11 محافظة وافقت وطت الموافقات، بقت محافظة واحدة الآن تقضي كركوك يحاولون التفاوض مع بعض مخترباتها، وتبدي الشركات بعملية الدخول بالاستثمار ويبدي طريق التنمية. لكن ميناء الفاو 4 سنوات حقيقة ما راح يقدر يرفع طاقته. هذا الميناء هو مستقبل العراق، ما ممكن حقيقة تراجع عنه. الموديل المالي بس هاي مهمة جدا، خلي ينتبه لها الشعب العراقي. أكو موديلات بهيك موانئ بالعالم ناجحة جدا، سوتها الإمارات مع شركة دبي وورد اللي هي شركة عالمية إماراتية، سوتها سنغافورة مع شركة سنغافورة سوت اللي هي حقيقة من الشركات الناجحة بالعالم، سوتها مصر مع شركة الشركة العالمية قناة السويس. احنا نريد الشركة العالمية لميناء الفاو شركة عراقية بمساهمة، خلي يكون بعض المساهمات، لكن المساهمة الأكبر العراقية تعقد اتفاقيات النقل، الشحن، التفريغ، اتفاقيات الشركات التأمين، اتفاقيات التأمين العالمية. هاي هيك موديل مالي احنا قادرين ان نفعل من اكبر موانئ. طيب، موديل اخر نصير تابع لاحد موانئ المنطقة مثل ميناء طرطوس، مثل ميناء اللي صار عندك بعدن والحديدة، موانئ نعقد اتفاقية مع واحد بصفنة أو مع الإمارات أو مع غير، هذا موديل فاشل راح يأتي بالعراق حقيقة، يرجع في خلفيات التعاقدات.